وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ نحن بخير والحمد لله. وكيف صحتك يا أستاذي الكريم؟ صحتي جيدة بفضل الله. الحضر الجميع يا أيها المراطب. نعم حضر الجميع يا أستاذي الكريم. إلا واحدة. من هو والحول؟ هو زيد. لما غاب زيد؟ زيد فقد اشتد وعكه وتفاقم مرضه فهو طريح في راشد. أجل الله شفاءه إلينا وآخر الصحة. آمين. اسمي جواد. اسم والدي سجاد. ما اسمك؟ اسمي محمد جمال. ما اسم والدك؟ اسم والدي الكريم محمد فاروق. ما اسمك؟ اسمي حسن رياض. ما اسم والدك؟ اسم والدي الكريم محمد رياض الدين. ما اسمك؟ اسمي محمد فايز. ما اسم والدك؟ اسم والدي الكريم سعيد احمد. اين تسكن؟ اسكن في السرجاني. وأنت؟ أين تسكن؟ أسكن في حي الصور. ماذا يفعل والدك؟ والدي الكريم صيدلي. ماذا يفعل والدك؟ طبيب موظف. أين كنت أمس يا جواد؟ عفوا يا معلم الكريم، وقعت بجوارنا باللبة فمنعني أبي من الذهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه الساعة تصل إلي يا حمزة. حاتت إليك يا أستاذ الكريم، فقد أصابت به الضفات موفية وما زلت أرضى ضوات المياه. أحفظتم دروسكم؟ نعم نحن حفظنا. لا حفظت الدرس. لما لم تحفظ درسك يا ولد؟ عفوا يا معلم الكريم، انقطعت الكهرباء البارحة. سهل الله عليك. سمعني تعريف الضمير يا جمال. الضمير لفظ يحل محل اسم طاهر ليدل على متكلم او مخاطب او غائب. ما شاء الله. أخبرني عن أنواع الضمائر. أخبرني عن أنواع الضمائر. الضمير له نوعان، الأول المتصل والثاني المنفصل. سمعني أنواع الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة على ثلاثة أنواع. الأول الضمير مرفوع متصل، والثاني الضمير منصوب متصل، والثالث الضمير مجرور متصل. حدثني أنواع الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة لها نوعان، الأول الضمير مرفوع منفصل، والثاني الضمير منصوب منفصل. أفهمتم دروسكم؟ نعم نحن حفظنا يا أستاذي الكريم. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله محمد رسول الله.